وبركاته. أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. مثل ما عودناكم كل يوم، رجعنا لكم الفيديو جديد وقصة جديدة، وهالمرة من الإمارات. بس قبل ما نبدأ، يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. بسم الله نبدأ. القصة بحكيها واحد من أصحابي إلي مباشرة. بقول بحكم عملي بستورد أحذية من دولة الإمارات، فسافرت على الإمارات مثل العادة مشان أجيب بضاعة. فأني عادة إلي أصحاب هناك عندهم سكن، وبضل عندهم هالأسبوع اللي بروحه على الإمارات. بقول بالليل لما يجينا ننام بعد السهرة، في معه أصحابه اثنين، بقول واحد للثاني، بقول له خلينا ننام هون اليوم مشان ما يطلع لنا الجني. صاحبي هذا بفكره عم بمزح يعني، قاعد صار يضحك يعني. قال له والله يا فلان أنا ما بضحك، أنا بتكلم مظبوط 100%. قال له طيب شلون؟ قال القصة بدأت معانا من لما داومنا المطعم، والمطعم أخذ السكن هذا للعمال المطعم، وإحنا اثنين من عمال المطعم. بقول بالأيام الأولى مرقت علينا بسلام ما فيش، ولكن بعد هيك صرنا نشوف أشياء غريبة، يعني شيء انشال من مكان وحط مكان ثاني، فكنا نعتقد أنه يعني كل واحد يفكر أنه هذا الثاني اللي شاله وحطه من هون، ومن هالكلام يعني. لحد يوم من الأيام بقول صاحبي بقول له كنت نايم، ما صحيت على واحد شال المخدة من تحت راسي ورمها. فبقول أنا للوهلة الأولى لما صحيت افتكرت واحد من اللي معي، فلما طلعت علي ولا ما في حد، قلت اعمل هالشغلة وراح على الحمام او راح اتخبى من هون، وصرت ادور بالبيت فما لقيت اي انسان ولا لقيت حدا، حتى الباب مكفول على المفتاحي اللي كنت قافله. صرت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو هذا؟ فتحممت ونزلت من الخوف يعني. فيعني ما رضيت اقول لاصحابي مشان ما يقولوا عني اني مثلا بخاف او انت نايم او بتهيأ لك او من هالكلام يعني، كلنا شباب بالبيت. ثاني يوم لما طلعت بالبريك تبعي واني نايم، ما صحيت على واحد شال البطانية عني ورماها، واني متأكد ما فيش حدا غيري بالبيت، يعني البريك تبعي ما فيش غير حد غيري أنا بالبيت بس. نفس الاشي حتى بدون ما أفوت الحمام من الخوف، مباشرة نزلت بالبرمودة على المطعم، مطعم تحتين. قلت لهم للشباب بدكم تطلعوا على البيت هسا، ما عادش أقدر أسكت وأشوف إيشو. قلت لهم تعال. لما طلعوا بالفعل لقوا البطانية مرمية تحت الشباك. قلت لهم القصة واحد اثنين ثلاثة، أو امبارح واحد شال المخدة من تحتي وصحيت على ولقيت نفس المكان الشباك، فقلت ممكن واحد منكم. فلما
طلعت باب، طلعت على الباب، المفتاح بعده بالباب على قفلي انا. اليوم بطانيه، قالوا اكيد انت بتحلم، مثل ما توقعت مباشره، قالوا انت بتحلم اكيد، هذا انت حلم وشيء طبيعي يعني، احنا ما حسينا بشيء. فبالليل اجتمعنا كلنا بعد ما طلعنا من المطعم من العمل، وهاي لأول مرة بصير. قال احنا قاعدين بالسهرة فجأة طفى الضوء، مش انقطعت الكهرباء، اللمبة طفت، والدقمة تبعت اللمبة كأنه واحد طفاها. صرنا نطلع بعضنا، راح واحد من الشباب شغلها، ما فيش دقيقتين طفت. اعوذ بالله مش هترجع، خليناها طفت. صرنا نطلع ببعضنا، قلت لهم صدقتوا؟ هذا صديق صاحبي بيقول صدقتوا اللي قلت لكم عليه. ثاني يوم واحنا نايمين طفى المكيف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحينا من الحر، واحد من الشباب صار يقول مين اللي طفى المكيف؟ قال صحي الشباب على صوته، قال ولا انسى، شغل المكيف. رد مره ثانيه واحنا قاعدين طفى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واخر يوم صار معانا الحادث هذا، وبعديها اعصابنا فلتت نهائيا. وقول أنا وصاحبي طلعنا نقضي حاجة في البيت، سمعنا صوت الباب عم يقفل. لما طلعنا لقينا الباب مقفول، ندور على نسخ المفاتيح، كلنا معنا نسخ مفاتيح، كل اللي بالمطعم معاهم نسخ مفاتيح، دور على نسخ المفاتيح. المفتاح اللي كان بالباب اختفى، المفتاح اللي بجيبتي اختفى، المفتاح اللي بالباب كمان اختفى. صرنا بدنا نفتح الباب ونهرب، ما عادش بدنا اشي. والا اتصلنا على الشباب بالمطعم، والا الشباب الثانيين كمان اللي عم بتكلم معه بقول هسه بطلع، حط ايده بده يشوف المفتاح، ما لقاش المفتاح. قال لصاحبنا الثاني كمان ما معوش مفتاح، طلعوا علينا عمال المطعم وكسروا الباب لحتى قدرنا نطلع. فنزلنا على، اتصلنا على صاحب المطعم وقلنا له قصة، واحد اثنين ثلاث، مش من واحد الكلام، مننا كلياتنا، كنا سبع انفار، سبع اشخاص عمال ساكنين بالبيت. فلما خبرنا لصاحب المطعم القصة كلها اندهش من الموضوع، وبقول صاحبه لصاحبي حسيت انه ما صدق، وبالفعل احساسي كان المكمل. فقال اني بدي اشوف بنفسي. فلما سكرنا المطعم وطلعنا واجى وقت النوم، يعني طبعا قبل ما يجي وقت النوم وقت العشاء ما صار اي شيء نهائي. فشفنا صاحب المطعم مثل اللي تعب يعني بده ينام، فقلنا له تفضل حضرتك هون ونام وان شاء الله بتشوف انت كل شيء بعينك. الرجال صار يعني توها غفل، واحنا نمنا كمان، احنا نمنا ما صحينا الا على صوته هو يصرخ الحقوني الحقوني. لما اذن الضوء الا الوسادة والحرام مع بعض مسحوبات من عنه من عليه، وقام يصرخ. صاحب المطعم ما استنى للصبح ولا استنى حتى يطلع، قال الآن بدكم تطلعوا، الآن لازم تطلعوا، ما بتضلوا ولا دقيقة بالشقة.
فجزاه الله خير أخذنا على بيته وقعدنا ببيته طلع الصبح ورحنا ندور على سكن. فلقينا سكن الحمد لله وأخذنا أغراضنا ونقلنا وعشنا بالسكن الجديد بفضل الله عز وجل. أمورنا بخير ولا إشي حدث لنا بعدها. شو صار بالشقة اللي قبلينا مين أخذها صار معه شيء لا عرفنا ولا بدنا نعرف نهائيا. هون أحبابي خلصت قصتنا. يا ريت تتكلموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، سلام عليكم.